سلام عليكم. السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ احوالكم؟ اليوم غادي نصوم معكم واحد الطون. طون منزلي رائع، كيجي زويون. عندي هاد الطونه حوته ديال تقول ليها طونينه، يعني طونه اللي كتجي في الطاجين، كتجي في كل شيء. كتصدق به هذاك الطون زويون والله العظيم. كنشدوها كنقطعوها لطراف كبار، طريفات هكا، واللي ما عندوش هاد الطونه وما كانش كتواجد في الاسواق اللي حداكم، ديروا ديك الحوت اللي كيتسمى كبايله. كبايله هي راه كتطلع نفسها، عارف هذاك يكون فيه طرفا كبار. واللي ما عندوش يدير الطون، دير الطون بكبايله، والله الا انها كتجي زوينه. كبايله كتجي مخيره، لان الطريقه دايرها الكبايله انا ودايرها لهاد الطونينه. صافي، كناخدو الطنجره ديال الضغط، كوكوت كما كنقولو حنايا، كنديرو كاس ديال الماء، كاس زيت البلدي، وكاس ديال الزيت الرومي، كنديرو تومه، 4 رؤوس ديال التومه، 4 حامضة، ازير، معلقه ديال ازير، معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال الزعتر، وريقه سيدنا موسى، معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الملحه، صافي. وكنخلطوا كنخلطوا التوابل كلهم، هذوك الاعشاب المنسمه مع سميتو، كنخلطوهم مزيان كي يتخلطوا مع داك الماء والزيت. صافي، وكنحطوا الحوت ديالنا حتى هو باش كيتشرمل فهاديك العطريه هكا، كنشطفوه وكنعاودو نقلبوه باش ياخدنا لقمة من التحت او من الفوق. كنعاودو هكا وسمحوا لي على التصوير، كنت كنصعب ان الكوكوط والتقطع ديال الحوته باين مزيان. ساعه لقيت ان الكاميرا دارت لي الجن كاع من ثابت ليا في الاول، سمحوا لي. صافي، كنشدو الكوكوط ديالنا مزيان وكنديروا ليها الصفاره وكنديروها فوق البوطه. ملي كتشعل كنشعل البوطه بزهده، كتجمع هذيك النفس، وكنعاودو نمهلو، كنقصو البوطه مزيان، كنخليوها ساعه ساعه كطيب على البوطه مهيله. من بعد ما داز الساعه كنحل الكوكوط كنشوف الحوت. ديك الساعه الا لقيتو فيه غير الزبيطه خليوه، بحال دابا انا بقات فيه الزيت. الا لقيتو فيه شي نقطه ديال الماء ديروه كيغلي فوق البوطه حتى يتبخر هذاك الماء، يحيد وكيبقى غير الزيت. شفتو كيف كتجي؟ راه كتجي طايبه زوينه، وهي هاد الطونه راه ما فيها الشوك، راه فيها غير السنسول، سنسول هذوك الهبيرات كلها هبيرات. الطونه رائعه زعما. صافي، كناخذو دابا الطون ديالنا طريفات، نحطوهم باش نقطعوهم طريفات صغار، ونقوهم من داك السنسول ديالهم والشوك ديال السنسول، حيت ما فيهش الشوك الرقيق، عايز الشوك ديال السنسول. كنحيدو كنقوهم من كل العشوب اللي كيكونوا معاهم باش ما يداروش، باش تبقى لنا غير الهبيره والزويته.
باش كيف شفتو انا كنحيد ليها الزلده، الزلده اللي كتكون من الفوق، شفتي كتبقى غير الهبره، الهبره زوينه عندها وبنينه. تصوبي بيه بيتزا، تصوبي بيه اي حاجه، اي حاجه، سلاده، كل شيء كيلق، كل شيء، خبيزات معمرين، تيجي في كل شيء. اش كيف شفتو انا حيت نسول شفتو، وغير هادوك الهبيرات ما فيهم لا شوك لا حتى شي حاجه. صافي كناخد انايا هاد البواطه كنشطفو فيها، وكندير لك الصفايه، وكنصفي الزويته غير بوحدها بلا عشوب، هي الزويته بوحديتها كنديرها فوق منها. هاد البواطه عندي ديال الدجاج معقماها انا، كاين اللي عنده قريعات فحال هادي نيت اللي عندي انا يديرها بحال هكا. انا عندي هاد البواطه كبيره، قلت ندير نجمع فيها الطون كله، وكيجي زوين، كنتمنى تجربوه ويعجبكم حتى نتوما. كنديروا عاوتاني الزيت من الفوق الرومي، وكنزيدوا الزيت البلدي، وهذا الزيت راه واخا كنعمروا عليه الزيت راه ما كيضيعش، كنستعملوه في الشرموله، كنستعملوه في فلاصوص ديال المطيشه الا بغينا نصوب بها بيتزا، كنشحروا به في الفلا وبصيله ديال البيتزا. صافي كنخليه بحال هكا، وكنتمنى هاد الاقتراح يكون يعجبكم وتجربوا هاد الطونه، راها زويونه والله الا كتجي رائعه مخيره. كتبقى في الثلاجه هكا، متخلوهاش بزاف، كتبقى 10 ايام حيت ما فيهاش مواد حافظه.